نمسي عليكم بالخير اعزائي الحضور، معاكم الدي جي ابو علي. للطلب والاستفسار 3929949. طبعا حبينا نبارك لاخونا ابو فيصل على زواجه من منيره، والله يدوم هالفرحه بينهم. طبعا ابو فيصل معروف عنا بالمفاجات، واليوم هو خاش لكم مفاجاه حلوه، وللشرف ان انا اعلنها لكم. رحبوا معاي بالزوجة الثانية مريمي. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. طبعا ابو فيصل مفاجأته ما تخلص، رحبوا معاي بالزوجة الثالثة زينب. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. لا 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 لا، ابو فيصل مخرطة هالليلة، رحبوا معاي بالزوجة الرابعة فط 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 آمين. مفاجأة حلوة صح؟ أتوقع ما حد سواها من قبل، أربع زوجات في ليلة واحدة. على فكرة ترى احتمال يحطوني في موسوعة جنس إن شاء الله. خليني أقول لكم السالفة من البداية. زوجتي الأولى منيرة ما ترني أنا بتزوج عليها مريمي، بس مريمي ترني عن منيرة، بس ما ترني عن زينب وفطامي. الوحيدين اللي عرفوا بدي السالفة كلها فطامي ودي يجيبوا علي. مرحبا، معكم الدي جي ابو علي. للطلب والاستفسار 3929949. مصدومين صح؟ معذورين ترى، لان ما حد يرضى ان انا اتزوج على بنته، بس يكون في علمكم انا ريال بخير ومقتدر، وعارف الحلال والحرام، وعارف ان الشرع حلال اربع، وهذا الشيء اللي انتم مو راضين تفهمونه. انا ما قصيت على احد ولا خدعت احد، ويشهد الله علي ان انا احبهم اربعتهم، وعطيت كل واحدة فيهم مهرها وبحطهم في عيوني، واليوم يمعتهم وحطيتهم قدام الأمر الواقع. إذا في واحدة منكم مو بعاجبها الوضع تقوم هي وفستانها وتشيل أهلها وتطلع برا، لأن البنات الاحتياط موجودين. صدق إنك ما تستحي، ما تخاف من ربك أنت؟ لا أخاف من ربي، أتوقع كلنا نعرف إن نسبة الطلاق زايدة في الديرة، والسبب شنو؟ السبب شنو يا أبو علي؟ مرحبا، معكم الدي جي ابو علي. للطلب والاستفسار 3929949. اتوقع نسبه زياده الطلاق اخوي ابو فيصل ان الرجال عقب ما يتزوج بفتره قصيره يبتدي يلعب ويخون والعياذ بالله، او انه يتزوج واحده ثانيه بالسر بدون ما تدري زوجته الاوليه. شكرا ابو علي، وانا ريال ما ابي العب ولا اخون ولا ابغى اتزوج بالسر، انا ريال اعرف الحلال والحرام، والقرار لكم. منيره موافقه ولا لا؟ حسبي الله علي. اوه بدينا بالنصيحة. عارف جاودي كلينكس، جاودي كلينكس لا يحتر بالميك اب بسرعه، هات لي كلينكس خلصيني. موافقه ولا لا؟ احتاج اشاورها لي. من حقك ومن حق كل زوج انه تشاور اهلها. تفضلوا تفضلوا، كل واحد عنده اهلها، يلا بسرعه، عندكم دقيقتين حق الاستشاره. شوي شوي تطيحون، شوي 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 على زوجاتي وسلم قلبهم. شوي شوي، يلا 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 يلا. ابو علي عطني موسيقى الانتظار، موسيقى الاستشاره، الله يرضى عليك. للطلب والاستفسار 3929949. خلص الوقت. منيره موافقه ولا لا؟ قبل ما اوافق ابي اعرف شلون بتعيشني وشلون بتعدل بيننا احنا الاربعه. سؤال جميل، نبتدي بالبيت. البيت مكون من اربع طوابق، وهذا هو البيت اللي راح نسكن فيه. الطابق الاول حق منيره، الثاني حق مريمي، الثالث حق زينبو، والرابع حق فطامي. كل وحده لها طابق خاص فيها، وكل وحده لها انترنت فايبر من بتلكو وفايف جي بعد. لكن والله اذا في وحده منكم تمت تحفر حق الثانيه ولا تشوش على الثانيه
لطلبكم أربعتكم. أنا ريال أعرف الحلال والحرام، والخير خص والشر عم، والبنات الاحتياط موجودين.